يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لقد أشكل علي التفصيل الذي ذكرتموه حفظكم الله في العزلة عن الناس مع قوله سبحانه وتعالى قالوا معذرة إلى ربكم الآية. ما هي العزلة؟ معذرة إلى ربكم ما هي في العزلة، هذه في إنكار المنكر، إنكار المنكر من الناس واقعين فيه، أما العزلة والخلطة هذه شيء آخر. نعم.